الصين يشهد لها أن انتهجت استراتيجية مكافحة الفقر بالتدابير المستهدفة. هذا الاستراتيجية أثبتت بالتجارب أنها استراتيجية كانت ناجحة. أثبت بالتجارب أن الحوكمة الصينية في هذا المجال كانت في هذا الصدد. لهذا التجارب يعني يجب أن يتم الاستفادة منها على مستوى العالم وخصوصا في منطقتنا العربية. أعتقد بأن الصين قامت بعدد من المحاولات الجيدة جدا. إنجاز الصين في المجال العلمي وفي مجال يعني مكافحة المرض وفي مجال المساعدات تساهم في هذا الأمر، ونرجو من كل العالم أن يتضافر مع بعضه البعض حتى نستطيع أن نتصدى لهذه الأمور. الفقر والبطالة هما البيئة المناسبة للإرهاب والتطرف، والصين كما تعلم تريد أن تحارب ذلك.